كما عبر أعضاؤهم في مجلس محافظة كركوك وأحزاب سياسية عن اعتراضهم على جلسة تشكيل الحكومة المحلية، مؤكدين رفض مخرجاتها وتقديم طعون بها أمام القضاء. فاجأنا بهذه الجلسة لأننا لن نبلغ بحضور الجلسة، فنحن كقائمة جبهة تركمان العراق الموحد نقاطع هذه القرارات ولا نعترف بأي قرارات اللي صدر يوم أمس في بغداد، ونلجأ إلى القضاء، فإن شاء الله ننتظر قرار القضاء العراق العادل. إن كانت هناك طلب رسمي مقدم من كتلة أو كتلتين إلى رئيس السن، رئيس السن خلال 24 ساعة يدعو إلى عقد جلسة، فبالتالي هذه الجلسة نعتبرها باطلة من الناحية الشكلية ولا تمثلنا. هناك عدة إجراءات قانونية سوف نقوم باتخاذها، منها تقديم يعني طعون أمام محكمة القضاء الإداري وأمام المحكمة الاتحادية العليا وكذلك إلى مجلس النواب العراقي.